السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. معانا ده كاسة سانيو، كاسة سانيو الموديل بتاعه M390K. M390K عبارة عن راديو متعدد الموجات FM وAM وSW وشريط كاسة مزود بساعة ديجيتال رقمية. ونشوف مع بعض. This bomb box is Sanyo راديو مالتي باند FM and AM and SW موديل M390K with digital clock made in Japan. أنس أسامة، الرمية الحرة الأولى بضيع حركة جديدة لإعادة تعريف وتعزيز العلاقات. هنا كلمني وأكلمك. Back in the studio and guess what؟ عزيزي التعاوني والفرصي الاستثمارية. وزكاتك مع مؤسسة إكرام، اتصل على 17047 وخلي تبرعك مع مؤسسة إكرام بوصلة ماء أو حفر بئر أو إطعام الطعام أو وقف النخيل أو فدان الخير أو وقف الزيتون وغيرها كتير من الصدقات الجارية. واسأل كمان عن بتاعت هذا صاحب الشقة. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله انه يعجب حضراتكم. ده كاسيت سانيو عباره عن راديو متعدد الموجات FM وAM وSW وشريط كاسيت مزود بساعه ديجيتال. زي ما قلنا الموديل بتاعه M390K صنع في اليابان. الجهاز بحاله ممتازه جدا. ان شاء الله الفيديو ينال اعجاب حضراتكم. نتقابل في فيديو جديد. شكرا.